وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني. أستاذ زكي، كيف ترى بشكل عام جهود الدولة خلال عام 2023 وتحديدا فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ يعني الدولة المصرية قدمت الكثير من الجهود في هذا الإطار، وربما تكون هذه الجهود هي اللي عملت استقرار في السوق المحلي واللي خلت الناس تمر بأقل الأضرار الممكنة مقارنة بأسواق اقتصادية عالمية احنا شهدنا فيها هزات كبيرة للغاية. لكن السوق المصري يساعد على ان احنا يكون لدينا فرص استثمار تساعد على حالة الاستقرار الموجودة في الداخل. ربما يكون المواطن المصري لم يشعر بالنسبة وتناسب بما شعر به مواطنين في اقتصاديات عظمى تأثرت بأزمتي كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أزمة وتطورات الإقليم فيما يخص القضية الفلسطينية وقضية السودان وقضية ليبيا، وكلها أمور ضاغطة على الوضع الاقتصادي. لكن السوق المحلي المصري كان مستقرا نوعا ما، وهذا ساعد على زيادة فرص الاستثمار في كثير من القطاعات خاصة فيما يخص البنية التحتية وقطاع الطاقة وقطاعات نطاق قناة السويس والمناطق الاقتصادية التي لدى الدولة جهود كبيرة بإذن الله تأتي نتائجها وثمارها في 2024 ربما هذا تحقق. أيضا بالإضافة إلى التصور فيما يخص القطاع الزراعي، وهذا القطاع من القطاعات الواعدة التي شهدت مجموعة من الجهود الداعمة لعملية الاكتفاء الذاتي. شهدنا ربما زيادة في أمور أو في سياقات الحبوب الاستراتيجية أو الزراعات الاستراتيجية، وهذا أيضا كان من النتائج الطيبة للغاية التي ساعدت على استقرار السوق المحلي ونطمح في زيادة في ضخ مع فكرة المحاصيل مع بداية السنة في شهري فبراير ومارس. هذا أيضا سيساعد على استقرار أكثر في نطاقات الحبوب الاستراتيجية أو الزراعات الاستراتيجية مثل السكر والذرة والقمح. وأظن أن بإذن الله تحدث عملية الاستقرار في ظل يعني زي ما قلنا ضغوط كبيرة للغاية وإشكاليات كبيرة للغاية خاصة في تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا الممتدة معنا، والأزمة وأزمات الإقليم المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقضية السودان وقضية ليبيا، وكلها أمور ضاغطة. هذه ليست عناوين نقولها لكنها صحيح. أمور بالفعل ضاغطة على الوضع الاقتصادي، ورغم ذلك هناك الحمد لله استقرار في الأمور الداخلية وتستمر عملية الاستقرار معنا طوال 2024، بل نحقق يعني فرص استثمارية جديدة تساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات وتحسين وضع الاقتصادي للمواطن المصري المتأثر بطبيعة الحال بما يجري حوله في الإقليم وفي العالم. نعم أستاذ زكي، من ضمن عوامل الاستقرار أيضا في رأيك إلى أي مدى ساهم المشروع القومي للصوامع في تأمين المخزون من السلع الاستراتيجية؟ أنا بشكر حضرتك جدا 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 على هذا السياق، لأن مشروع الصوامع من المشاريع المظلومة إعلاميا بشكل كبير للغاية. يعني ربما يكون الإعلام المصري أو الإعلام المحلي بيركز على بعض الأمور زي البنية، زي المشروع توشكا، زي مستقبل مصر، زي التقاوي، لكن مشروع الصوامع ده تحديدا أنا دايما بأشير أنه مشروع مظلوم إعلاميا، لأنه مشروع ساعد على أن احنا نعمل وفرة في الحبوب المخزنه لدينا، بالاضافه لما احنا عملنا عمليه التاهيل الكبيره اصبح لدينا صوامع مجهزه، يعني عارفين اللي داخل عندنا ايه واللي خارج عندنا ايه، وبالتالي ده ساعد على حوكمه الاجراءات بالاضافه الى تقليل نسبه الهدر. احنا عايزين نقول لحضرتك والساده المتابعين لينا لو في الصعيد يعني بالتحديد او في الارياف، عارفين ان في نسبه هدر كبيره للغايه كانت من الطيور، وكانت لان كانت الصوامع القديمه غير مؤهله، فكانت الطيور من الامور اللي بتحاول او بتحصل فيها هدر كبير في نسبه الحبوب. لما اصبح لدينا مشروع قومي للصوامع فاصبح لدينا حوكمه حقيقيه، اصبح لدينا وفره. يعني احنا دلوقتي لما يطلع وزير من الوزراء ويقول ان احنا عندنا مخزون استراتيجي يكفينا 5 و6 شهور، قبل سنتين ثلاثه ما كانش يقدر يقول كده، لان ما كانش يملك هذه الحوكمه في انه يبقى عارف كمان فكره الحفاظ على الحبوب في رطوبه معينه او نسبه معينه من درجات الحراره، وهذا ايضا يوفر لدينا حبوب استراتيجيه تقدر تؤمننا شهور عديده مستقبلا، وده امر عظيم للغايه. عشان كده بقول ان مشروع الصوامع ده من اهم المشاريع اللي اتعملت في خاص المجال الزراعي وخاص بالامن القومي المصري، لانه هنا بيحفظ لدينا حبوب استراتيجيه نقدر نقول ونخرج ونقول لدينا حبوب تكفينا 7 شهور 8 شهور، لان احنا لدينا حوكمه
في عدد الذي نمتلكه وعدد المخرجات في هذه الحبوب وعدد كمان الداخل، وعارفين اللي طالع وداخل ايه، وهذا امر لم يكن موجودا قبل 3 أو 4 سنوات لو لم يكن هناك مشروعا وهو المشروع الصامع مع مشروع اخر وهو التقاوي والحبوب اللي بتساعد في انتاجيه السوق المحلي. نعم. وده ايضا من الامور العظيمه للغايه اللي الدوله المصريه اشتغلت عليهم خلال السنين اللي فاتت. اشكرك جزيلا استاذ زكي القاضي المقرر المساعد للجنه الشباب بالحوار الوطنيه.